سنتعرف على الباي بال وأهمية الباي بال بالنسبة للعمل من الإنترنت وأيضا للشراء من الإنترنت، وسوف نتعرف على طريقة التسجيل الصحيحة وأيضا طريقة ربط حساب الباي بال بحساب محلي بنكي محلي، طريقة ربط الباي بال مع بطاقة إلكترونية، والأهم سوف نتعرف على طرق شحن الباي بال بالأموال، وأيضا كيف نستقبل الأموال وكيف نرسل الأموال من موقع الباي بال، وكيف نشتري عن طريق استعمال الباي بال. وفي نهاية الفيديو سأقدم هدية لثلاثة أشخاص، تابعوا معي. مرحبا بكم من جديد. لمن لا يعرفني، أنا ياسمينة، أقدم في قناتي تجاربي الخاصة بالعمل الحر عبر الانترنت وأيضا تجاربي الخاصة بالشراء من مواقع الانترنت. إذا كنتم مهتمين بهذه المواضيع فأدعوكم للاشتراك عبر الضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو، وأيضا لا تنسوا تفعيل الجرس لتتوصلوا بأجدد الفيديوهات فور نزولها. ما هو الباي بال؟ هو كما يسميه الكثير من الأشخاص هو بنك إلكتروني، هو موقع خدمي في الأساس لكنه يعتبر بنك إلكتروني. لماذا؟ لأنه يسهل استقبال الأموال وإرسال الأموال والتعامل مع الأموال، يعني يشبه البنك إلا أنه إلكتروني. والباي بال هو مهم جدا للأشخاص الذين يعملون عبر الإنترنت والذين يشترون من الإنترنت. بالنسبة للأشخاص الذين يعملون من الإنترنت هو مهم لأن الكثير من المواقع تشترط وجود الباي بال لكي تربح منها، مثلا كموقع خمسات هو موقع رائع جدا للخدمات الحرة، وموقع خدمة أيضا، وموقع فايفر، يعني جميع المواقع العمل الحر أو الخدمات المصغرة عبر الإنترنت تتطلب وجود حساب الباي بال، يعني يجب أن تمتلك حساب الباي بال لكي تعمل في هذه المواقع، وإلا ستخسر فرصة العمل عبر هذه المواقع، لأنه مثلا قد تكون لديك مهارة رائعة مثل مهارة التصميم، مهارة كتابة المقالات وغير ذلك، ولكن ليس لديك حساب في الباي بال. أعرف فتاة اسمها أمينة، وجه لها تحية خاصة، هي طبعا كانت تتابع فيديوهاتي الخاصة بالعمل على موقع خمسات، ولكن أشجعها لأنها ربحت أكثر مني من هذا الموقع عن طريق يعني الاستفادة من فيديوهاتي، يعني الحمد لله أن فيديوهاتي تصل للأشخاص ويستفيدون منها. يعني فرحت كثيرا عندما أخبرتني بأنها وصلت إلى $1,000 عبر موقع خمسات، يعني بدأت كتابة المقالات والتي عملت دورة خاصة في كتابة المقالات والربح منها عن طريق موقع خمسات وموقع الربح الأخرى، ستجدون هذه الدورة في البطاقة فوق، وأيضا سوف أتركها لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو. يعني ما شاء الله أنا حققت $400 من موقع حماسات وبشكل متفرق، يعني لم أكن أعمل بشكل جدي على موقع حماسات، كنت أعمل فيه فترات فقط لأن لدي مشاغل أخرى، لكن عندما شرحت الموقع للناس الكثير من الأشخاص استفادوا منه، وخاصة أمينة حققت $1,000، سحبت المبلغ عن طريق الباي بال بكل سهولة. لذلك فالباي بال مهم جدا لمن يعملون عبر الإنترنت، ومهم أيضا لمن يشترون عبر الإنترنت. لماذا؟ أهم شيء، يعني أهم خدمة يقدمها الباي بال هي الحماية. لدي تجارب شراء كثيرة من مواقع مختلفة، لكنني دائما ما أستعمل الباي بال. لماذا؟ لأنه بعض المواقع ربما ستجربها لأول مرة، ليست لديك معلومات كافية عن الموقع، ربما يكون موقع نصاب، فعندما تشتري شيء معين من هذا الموقع وتستعمل بطاقتك الإلكترونية تفاصيل بطاقة الإلكترونية، سوف يتم ربما سرقة هذه البيانات. أما باستعمال الباي بال فطريقة الشراء بسيطة جدا، فقط يعني بضغطة زر واحدة يتم تحويل المبلغ من بطاقتك دون ظهور تفاصيل البطاقة، وهذا أهم شيء. لذلك أكون دائما مرتاحة من الباي بال للشراء من الإنترنت. والميزة الثانية وهي أنه في حالة لم أتوصل بالمنتجات أو الأشياء التي اشتريتها في الوقت المحدد، أقوم بفتح نزاع عبر الباي بال وأسترجع الأموال بكل سهولة، وحدث معي هذا أكثر من مرة. الكثير من الأحيان أشتري بعض الأشياء من مواقع الصينية، والمواقع الصينية تأخذ فترة كبيرة جدا للشحن،
لذلك أستعمل الباي بال في حالة لم أتوصل أو ضاعت المنتجات في الطريق، فلن أتحمل المسؤولية ولن أخسر أموالي، فأسترجع أموالي. واسترجعت أموالي أكثر من مرة، لكن بعد فترة كبيرة توصلت بالمنتجات، لكن بعدما توصلت بالمنتجات أعدت المبلغ للأشخاص الذين اشتريت منهم، وأستطيع أن أجرب أي موقع يستعمل باي بال. وبالمناسبة أي موقع يستعمل الباي بال لا يمكن أن يكون موقع نصب، لأن الباي بال دائما في خدمة المشتري، دائما ما يساند المشتري أكثر من البائع. ثانيا، ما هي الدول المسموح بها وما هي الدول الغير مسموح بها؟ طبعا توجد بعض الدول مسموح استعمال باي بال بشكل كلي، بمعنى مسموح لهم ربط بطاقة، ربط حساب محلي، إرسال واستقبال الأموال، لكن بعض الدول مسموح لها استعمال باي بال بشكل جزئي، مثلا أن ترسل الأموال لكن لا تستطيع استقبال الأموال، وبعض الدول الغير مسموح لها بتاتا استعمال الباي بال. ولكي تعرف هل دولتك مسموح لها باستعمال باي بال بشكل كلي أو بشكل جزئي أو غير مسموح لها، فادخلوا إلى هذا الرابط الذي سوف أتركه لكم في صندوق التعليقات، وادخلوا إلى الرابط واختاروا دولتك وانظروا إلى الفوائد أو إلى المميزات المسموح لها لدولتكم. طريقة التسجيل، الآن سوف نمر إلى طريقة التسجيل. طريقة التسجيل في الباي بال هي بسيطة جدا وهي كالتالي: نقوم بالدخول إلى موقع الباي بال ثم نضغط على تسجيل اشتراك، وستظهر لنا صفحة اختيار نوع الحساب. طبعا في البداية سنقوم بتسجيل حساب شخصي وليس حساب تجاري، بعدها يمكننا تحويله إلى حساب تجاري. سنختار Personal Account ثم نقوم بإدخال رقم الهاتف أولا لتأكيد الهوية، ثم نضغط على التالي. بعدها سوف نتوصل برمز عبر الهاتف عليك كتابته، ثم نمر إلى إعدادات ملف الشخصي، وهنا ستكتب عنوان البريد الإلكتروني الذي ستتوصل من خلاله بكل رسائل باي بال، وهذا البريد هو الذي ستشاركه مع الأشخاص أو المواقع التي ستكسب من خلالها الأموال لكي تحول أموالك إلى حسابك في الباي بال، أو الذي ستعطيه لأصدقائك والأشخاص الذين يريدون أن يرسلوا لك مبلغ مالي عبر الباي بال. طبعا الكل يريد أن يأخذ، لا أحد يريد أن يرسل أموال. بعدها الاسم الأول أو الاسم الشخصي، ثم الاسم العائلي أو الاسم الثاني، ثم تكتب كلمة المرور وتضغط على التالي. من الأفضل كلمة المرور يجب أن تحتوي على أحرف كبيرة وأحرف صغيرة وأرقام حتى تكون كلمة قوية يصعب اختراقها. ثم نمر إلى تفاصيل العنوان، وهنا نكتب تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، وهنا نكتب العنوان، وفي السطر الثاني تتمة العنوان. ليس بالضرورة أن تملأ السطرين إذا كان عنوانك بالكامل في السطر الأول، لا داعي لملأ السطر الثاني فهو اختياري. ثم رمز البريد والمدينة، إذا لم تعرف الرمز البريدي لمدينتك فقط اكتب الرمز البريدي واسم مدينتك في جوجل وسيظهر لك الرمز البريدي. أما هنا أو هذا الخيار أبقيني مسجل للدخول بشكل أسرع، من الأفضل ألا تختاره خاصة إذا كنت تتسجل عبر حاسوب صديق أو مكان عام. ثم الموافقة على الشروط ثم إنشاء الحساب. والآن أصبح لديك حساب باي بال لكنه غير مفعل. في حالة قمت بالضغط على إحدى هذه الأزرار سيطلب منك ربط البطاقة أولا. قمت بوضع بوست في منتدى اليوتيوب وطلبت من المتابعين أن يتركوا لي أسئلتهم حول الباي بال، وكان أهم سؤال وهو الذي تكرر أكثر من مرة في التعليقات: هل أستطيع العمل بحساب باي بال غير مفعل؟ أو هل أستطيع استقبال وإرسال الأموال بحساب باي بال غير مفعل؟ انتبهوا للإجابة لأنه سؤال مهم عليكم فهم الإجابة جيدا. بداية، يمكنك استقبال الأموال من بعض المواقع الربحية من الإنترنت في حساب باي بال غير مفعل، لكن هذه الأموال ستظل في حسابك ولن تستطيع أن تفعل بها أي شيء، لا إرسالها إلى أشخاص آخرين أو سحبها. أيضا كما قلت، بعض المواقع الربحية وأغلب المواقع الربحية تشترط حساب بنكي مفعل أو حساب باي بال مفعل، كما أن حسابك الغير مفعل دائما في عرضة للحظر،
إن لم تربطه بحساب بنكي أو بطاقة بنكية سيظل الحساب غير آمن. ربما الأموال التي ستتعب عليها وترسلها إلى حسابك في الباي بال الغير مفعل فجأة يختفي حسابك وتختفي الأموال. أتمنى أن تكون الإجابة واضحة. فبإرسالك للأموال إلى حسابك حساب باي بال غير مفعل كأنك ترسل الأموال التي تعبت عليها إلى شخص نصاب قد يختفي مع أموالك في أي وقت. والآن سوف نقوم بتفعيل الباي بال. طبعا قبل أن نمر إلى الطريقة سوف أشارك معكم تجربتي. أنا فعلت الباي بال عن طريق بنك محلي في المغرب واسمه BMCO، يعني بنك التجارة الخارجية. طبعا في تلك الفترة في عام 2016 لم أجد أي بنك يدعم الباي بال. كنت أريد أن أسحب المبلغ الذي توصلت إليه من موقع خمسات في ذلك الوقت، لأنني بدأت في موقع خمسات ولم يكن لدي حساب باي بال. كنت غير متأكدة من أن الموقع سيرسل لي أو أنه موقع، خاصة في تلك الفترة كانوا يقولون أن موقع خمسات موقع نصب، وفي الحقيقة إنه موقع صادق جدا وجربته وجربه الكثير من الأشخاص وموقع رائع جدا للعمل. ولكن الحساب الذي قمت بفتحه كان حساب غالي جدا، يعني 400 إلى 500 درهم تقريبا سنويا للحساب، منها الاقتطاعات الشهرية واقتطاعات الحساب، وبالإضافة إلى البطاقة إيباي التي أخذتها والتي فعلت بها الباي بال، وكانت بمبلغ 120 درهم، كل سنة أدفع 120 درهم، يعني المبلغ الإجمالي للحساب هو 500 درهم. طبعا الحساب غالي جدا. أما الآن فتوجد طرق أخرى، سمعت أن بنك سي أش لديه خدمة رائعة ويدعم الباي بال فقط بمبلغ، يعني بفتح حساب ب 100 درهم. طبعا ليس لدي يعني معلومات كافية، لم أسأل. فمن الأفضل أن تذهبوا سواء في أي دولة كنتم، اذهبوا إلى البنوك المحلية لديكم واسألوهم إذا كانت لديهم خدمات أو يدعم الباي بال. في البداية كان الباي بال غير معروف، لذلك جميع البنوك تقريبا لم تكن لديهم أي فكرة عندما أسألهم عن الباي بال. أما حاليا فهو معروف جدا والكثير من البنوك يدعمون الباي بال. سألوهم عن أرخص حساب ممكن يدعم الباي بال. الأشخاص الذين يعملون في البنك دائما ما يبحثون عن ما يسمى بالكوميسيو، يعني الأرباح الخاصة بهم، لذلك دائما يحاولون أن الشخص الذي يدخل إليهم ولا يعرف الكثير عن البنوك وعن الحسابات في البنك يطلبون، يعني يفتحون لهم حساب بمصاريف كثيرة، يعني كما فعلت أنا في ذلك الفترة. كنت فقط أريد أن أستخرج أموالي من موقع خمسات وأرسلها إلى حسابي، لذلك لم أفكر كثيرا ولم أطلب منهم في ذلك الوقت حساب يعني بمصاريف قليلة، فقط طلبت حساب يدعم الباي بال فأعطوني هذا الحساب. إذن بعد أن تسألوا البنوك واختياركم للبنك المناسب سوف تفتحون حساب، ويجب أن يكون في حسابكم على الأقل مبلغ $3، لأن الباي بال سوف يخصم منكم بعض ربما $2 على ما أعتقد، سوف يخصمها ثم يعيدها مع كود، وذلك الكود هو الذي سوف تستعملونه لتفعيل البطاقة. بعد ذلك سوف تستطيعون استقبال وإرسال الأموال بكل سهولة من موقع الباي بال. سنضغط مثلا على إرسال مدفوعات ثم سيطلب منا إدخال معلومات البطاقة الإلكترونية. ركزوا معي، هنا سوف نكتب رقم بطاقة المكون من 16 رقم، وهنا سنختار نوع البطاقة بالنسبة لي هي بطاقة فيزا، وهنا سنكتب تاريخ انتهاء الصلاحية الموجودة في البطاقة، وهنا سنكتب رمز الحماية 3 أرقام الموجودين في ظهر البطاقة. نتأكد من العنوان ثم نضغط على ربط البطاقة. بعدها تظهر لنا الصفحة الرئيسية بهذا الشكل، ثم نحدد البطاقة التي أضفناها ونضغط على تأكيد بطاقة الائتمان. وبخصوص هذه النقطة الكثير من الأشخاص يخطئون أو يجدون صعوبة في تأكيد البطاقة. ركزوا معي، عندما نضغط على تأكيد البطاقة لاحظوا ستظهر لنا هذه الصفحة فيها معلومات تأكيد البطاقة والتي تتم بهذا الشكل. عندما نضغط على موافق سوف يقتطع الباي بال من الرصيد الموجود في البطاقة أو في الحساب المصرفي المربوط بالبطاقة، مفهوم؟ وهذا المبلغ بعد مدة 3 أو 5 أيام على الأكثر سيتم استرجاعه من طرف الباي بال مع كود، وهذا الكود مكون من 4 أرقام وهو الذي سنستعمله لتأكيد البطاقة. أين يوجد هذا الكود؟ ستجد الكود في كشف الحساب البنكي، وهذه هي النقطة التي كانت صعبة على بعض الأشخاص الذين أعرفهم والذين حاولوا تفعيل الباي بال ولم يستطيعوا
إيجاد الكود، سيكون بهذا الشكل في كشف الحساب الخاص بك. بعد عمل هذه الخطوات بعد فترة 5 أيام تقريبا، اذهبوا واسألوا في بنككم عن كشف حساب وأن يعطوكم كشف الحساب حتى تجدوا الكود بأنفسكم. الكود ستجدوه بهذا الشكل، مكتوب التاريخ ثم بيبي نجمة ثم 4 أرقام وكلمة كود. سنأخذ 4 أرقام فقط ونقوم بتفعيل بطاقة بهذا الشكل. سنقوم بتسجيل الدخول إلى حساب الباي بال، ثم نكتب الإيميل وكلمة المرور، ثم تأكيد البطاقة، ثم نكتب 4 أرقام التي أرسلها الباي بال إلى حسابنا المصرفي المحلي. وبعدها تستطيع العمل بالباي بال كما تريد، الشراء، إرسال واستقبال الأموال، وربط الباي بال مع المواقع الربحية من الإنترنت وغير ذلك. والآن نأتي إلى السؤال الأهم والسؤال الذي يبحث عنه الجميع، وهو كيف أشحن الباي بال؟ طبعا شحن الباي بال بطرق كثيرة جدا، توجد مواقع من الانترنت يمكنك العمل من خلالها وتسحب منها بعض الأموال على الباي بال، كمواقع الاستطلاعات وغير ذلك ومواقع مشاهدة الفيديوهات، لكن هذه المواقع يعني لا تدفع كثيرا وتحتاج إلى وقت كبير لكي تقوم بعمل استطلاعات كثيرة ولكي تصل إلى الحد الأدنى لشحن الباي بال. لكن بالنسبة لي كيف أقوم بشحن الباي بال؟ طبعا أولا عن طريق موقع خمسات، فكما تلاحظون هذا هو حسابي في الباي بال، وهنا المعاملات التي قمت بها، من أين أستقبل الأموال وكيف أشحن رصيدي، وأيضا عمليات الشراء التي أقوم بها. أولا سأجيبكم عن كيف أشحن الباي بال. أنا أقوم بشحن الباي بال من موقع خمسات، وهذه آخر دفعة. طبعا حاليا أعمل كثيرا في موقع خمسات لأنني أركز في مشروع أمازون الذي شاركته معكم في الفيديو السابق. إن لم تروا الفيديو فيجب أن تروه لأن فيه معلومات قيمة حول كيفية بدء المشروع بدون رأس مال وبدون مهارات معقدة. وإذا تركت لكم هدايا مجانية قيمة في آخر الفيديو، رابط الفيديو ستجدوه في البداية وسأتركه أيضا لكم في صندوق الوصف. ثاني طريقة لشحن باي بال هو موقع إيجرال. طبعا موقع إيجرال هو موقع استعمله لاسترجاع بعض الأموال من عمليات الشراء التي أقوم بها من الإنترنت، وشرحته في أكثر من فيديو سأتركه لكم أيضا، سأترك الفيديوهات أيضا في صندوق الوصف. موقع إيجرال هو موقع رائع جدا للشحن الباي بال وكسب مبالغ مالية محترمة، سواء من خلال عمليات الشراء، يعني في كل مرة أشتري من موقع أسترجع مبلغ معين أو نسبة معينة تصل إلى 30% بعض الأحيان، أحيانا 8% وأحيانا 10% وأحيانا 15% حسب الموقع الذي أشتري منه، وخلال الشهر أو شهرين أجد أنني استرجعت 20 يورو وأكثر، أقوم بسحبها إلى الباي بال ثم أستعملها لشراء أشياء أخرى. وهذه هي آخر الدفعات من موقع إيجرال. أيضا موقع إيجرال فيه خاصية رهيبة جدا، إن عرفت كيف تستخدمها بشكل جيد هي خاصية الأفيليات، يعني ستشارك رابط الموقع مع أشخاص آخرين فتكسب من خلال كل شخص 3 يورو، لكن بعد أن يقوم الشخص المسجل عن طريقك بأول عملية شراء. إذا كنتم ستشترون من الإنترنت فلديكم فرصة لاسترجاع مبالغ مالية للشراء منها مرة أخرى. وأيضا شاركوا الموقع مع أصدقائكم لكي تكسبوا أكثر وتقوموا بشحن باي بال بمبلغ محترم جدا. أما تشتريهم أشتري منها مؤخرا هو أولا موقع كرياتيف فابريكا، أشتري منه رسومات وعناصر للتصميم لأمازون كيندل، وهو موقع رائع جدا، أحيانا يقومون بعرض 1 دولار اشتراك شهريا، والآن قاموا بهذا العرض لفترة يعني فترة الربيع، قاموا بعرض الاشتراك 1 دولار للاشتراك الشهري فقط، يعني ويمكنك تحميل ما لا نهاية من الرسوم والخطوط الجميلة. أما هذا المبلغ فهو المبلغ الذي اشتريته منه من موقع شيئا، وشاركت معكم أيضا مشترياتي كلها من موقع شيئا، ستجدون الفيديو في صندوق الوصف أيضا وفي البطاقة فوق. والآن كيف أقوم بتحميل أو كيف أقوم بتحويل المبلغ الموجود في الباي بال إلى البطاقة أو الحساب المحلي لكي أستطيع سحبها؟ أولا الباي بال يقتطع 5 دولار في كل عملية تحويل إلى البنك، لكنه لا يقتطع الأموال إذا استعملتها للشراء من الإنترنت، لذلك أنا أفضل دائما أن أترك رصيدي في الباي بال وأستعمله كاستثمار للشراء من الإنترنت، لكن عندما أحتاج مبلغ معين أقوم بسحبه، والطريقة هي كالتالي: نضغط على تحويل مبالغ مالية،
كما تلاحظ لدي مبلغ بالدولار ومبلغ باليورو. المبلغ باليورو هو الذي استلمته من موقع إجرل، أما بالدولار فهو من مواقع أخرى. سأختار اليورو لأن المبلغ المتاح باليورو أكبر من المبلغ المتاح بالدولار. بما أن رسوم البيبال 5 دولار من الأفضل تحويل مبلغ كبير، يعني اجمع الأموال إلى أن تصل إلى مبلغ كبير، بعدها قم بسحبها وسيكون مبلغ 5 دولار للرسوم مبلغ بسيط، لكن إذا قمت بسحب 10 دولار ستصلك فقط 5 دولار. سأختار المبلغ باليورو ثم أحدد بنك أوف أفريكا، طبعا البنك المغربي للتجارة الخارجية، البنك الذي ربطته مع البايبال، ثم أضغط على التالي. هذا هو المبلغ الإجمالي الذي سأقوم بتحويله إلى حسابي في البنك المحلي، وهذا المبلغ كله ربحته من موقع إيجرال، يعني لا تستهينوا أبدا من موقع إيجرال، إنه موقع رائع جدا لشحن البايبال. ثم نضغط على التالي. كما تلاحظون قام الموقع بتحويل المبلغ من اليورو إلى الدرهم المغربي، وهذا هو المبلغ الكلي الذي سأتوصل به في حسابي المحلي، والعملية تأخذ من 5 إلى 7 أيام عمل. أنا عادة ما أتوصل بمبلغ من البايبال في ظرف 5 أيام فقط. نضغط على تحويل ثم تم، وللدخول إلى تفاصيل العملية نضغط هنا ثم نرى تفاصيل العملية بالكامل. المبلغ الإجمالي ورسوم البايبال 48 درهم يعني 5 دولار، وهذا هو المبلغ الذي سأحصل عليه. أما استقبال الأموال من أي موقع فقط قم بإضافة حساب الجيميل الذي تسجلت به في البايبال في الموقع أو في خانة البايبال، ثم بعد وصولك للحد الأدنى سيتم إرسال الأموال إلى حسابك في البايبال. والآن سوف نصل إلى فترة الهدية. طبعا قناتي ليس فيها الكثير من التفاعل، لذلك الأرباح قليلة، ولازلت أقوم بمجهود أكثر لكي أحقق بعض الأرباح، ولذلك هذه الهدية هي هدية بسيطة نوعا ما، لكن بإذن الله إذا وجدت تفاعل وإذا في الفيديوهات القادمة سوف نقوم بعمل مسابقات ضخمة، سوف نقوم بعمل هدايا، سوف أقوم بعمل هدايا كبيرة إن شاء الله. فقط تفاعلوا وإن شاء الله سوف تعجبكم الفكرة. الهدية هي أنني سوف أرسل 5 دولار لثلاثة أشخاص لحساباتهم بالبايبال. طبعا يجب أن يكون حسابكم مفعل حتى تستطيعوا استغلال هذه الخمس دولار في الانستغرام والفيسبوك. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وضعوا له لايك واشتركوا في القناة فقط، يعني هذا أصلا لصالحكم لأنني سوف أشارك معكم مواضيع ستفيدكم. طبعا هي هدية متواضعة، وكما أخبرتكم بإذن الله سوف نقوم بعمل مسابقات أكثر وهدايا أكثر إذا كان التفاعل جيد مستقبلا في القناة. لذلك أتمنى أن تتقبلوا مني هذه الهدية البسيطة، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو. إذا استفدتم من الفيديو شاركوه مع أصدقائكم واشتركوا في القناة لكي تتواصلوا بأجدد الفيديوهات. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله طريقة الشراء من بايبال من موقع ويش بالتفصيل. ترقبوا الفيديو، اضغطوا على الجرس حتى تتواصلوا بإشعار فور نزول الفيديو. أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. كنت معكم ياسمين في أمان الله، مع السلامة.